ينضم إلينا الباحث في الشأن السياسي دكتور صلاح الكبيسي. أهلا بك دكتور صلاح في حصاد التغيير. ونبدأ من حيث انتهى التقرير، يعني أزمة الخلافات بين القوى السياسية التي تتصدر دائما المشهد في البلاد تصل إلى ذروتها، فإلى متى تستمر هذه الخلافات السياسية بعرقلة التوافق على الاستحقاقات الدستورية؟ نعم، تحية لك أخت حلا وإلى الأخ أستاذ سعد. بداية، يعني الأزمة السياسية تتطور يوم بعد يوم، هناك اختناق سياسي حقيقي اليوم تمر به العملية السياسية، هناك طرف يحاول عرقلة أي جهد لاستكمال الاستحقاقات الدستورية. عدم التوافق السياسي هذا قد يدفع إلى أزمات كثيرة. نحن نعلم في الفترة السابقة هناك طعونات قدمت حول انتخاب رئيس مجلس النواب، هناك طعن قدم حول الانتخابات وإلغاء نتائج الانتخابات، واستمرت الطعون لحد قبل يومين أيضا رد الطعن من قبل المحكمة الاتحادية. نلاحظ أنه هذه الطعونات مستمرة، الهدف عندها هو تأخير الاستحقاقات الدستورية. الأخوة في الإطار التنسيقي لا زالوا متمسكين بحقهم في المشاركة في حكومة توافقية، حكومة الأغلبية الوطنية. لحد هذه اللحظة السيد مقتدى الصدر وحلفاء السيد مقتدى الصدر من تقدم ومن الحزب الديمقراطي الكردستاني وبعض المستقلين أيضا متمسكين بهذا الخيار. هي نتائج انتخابات ظهرت، على الجميع أن يحترم هذه النتائج، على الجميع أن يسلم بالأمور بالطريقة الديمقراطية. للأسف هذه المناكفات الخاسر الأول والأخير بها هو المواطن العراقي. أنا أعتقد أن الأمور ستسير في نهاية الأمر، وأن ما يحصل هو مجرد عملية ضغط سياسي تجاه الجهة التي تشكل الحكومة. دكتور صلاح، نجدد الترحيب بك ثانية. على ماذا تدل يعني مقاطعة، حياك الله، على ماذا تدل مقاطعة كل من الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة والكتلة البرلمانية لجلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية؟ على ماذا تدل؟ هل هو مؤشر على قوة التحالف من أنه هو من سيقرر ويختار من هو الرئيس؟ يعني أخ سعد، أنت تعرف كل الزيان السيد محمد الحلبوسي في الجولة الأولى، أنت تعرف اليوم عندنا ثلاث جولات، الجولة الأولى رئيس مجلس النواب، الجولة الثانية رئيس جمهورية، والجولة الثالثة هي رئيس مجلس الوزراء. تعلم جيدا أن في الجولة الأولى السيد محمد الحلبوسي حصل على 200 صوت وكان الاختيار أنه هو رئيس مجلس النواب. أنا أعتقد أنه هذه المجموعة اليوم بحاجة إلى أن تزيد أصواتها والمقاعد النيابية المساندة لها كواقع حال، لأنه اختيار رئيس الجمهورية يختلف عن اختيار رئيس مجلس النواب. رئيس الجمهورية يحتاج إلى ثلثي أعضاء يعني ثلثين أعضاء مجلس النواب، وبالتالي هم يحتاجون إلى 220 صوت تقريبا لاختيار رئيس الجمهورية. الأمور الآن أعتقد، وخاصة بعد الأمر الولائي الذي يخص السيد هوشيار زيباري، أعتقد أنه هناك تحرك باتجاه الاتحاد الوطني الكردستاني اليكتة، وبالتالي أتوقع في الأيام القادمة سيكون هناك تقارب مع الاتحاد الوطني الكردستاني، وستعود رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني الكردستاني. ما حصل من مقاطعة الجلسة هو لإكمال المباحثات السياسية وإكمال العملية بشكل جيد، وبالتالي الدخول إلى مجلس النواب ككتلة واحدة قوية. هذا ما تعمل عليه هذه الأطراف حسب المعلومات المتوفرة، وبالتالي إذا ما انضم الاتحاد الوطني الكردستاني إلى هذه المجموعة ستكون هناك أريحية في عملية اختيار رئيس الجمهورية. ولا تنسى أنت أنه عندك كابينة وزارية ووزارات، فمن الممكن أيضا تعويض منصب رئيس الجمهورية بعدد الوزارات اللي راح يستحوذ عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني البارتي. فأعتقد هناك محاولات سياسية لتقريب وجهات النظر، وبالتالي ستكون هذه الكتلة السياسية
كتلة سياسية قوية جدا تتألف من كل الأكراد، زائدا تحالف السيادة وأيضا التيار الصدري. طيب إذا دكتور صلاح، بالإضافة إلى ما تفضلت به لتوك، يعني بعد قرار إيقاف إجراءات زيباري أو ترشح زيباري لرئاسة الجمهورية، كنت تقول بأنه الآن ربما ارتفعت حظوظ الاتحاد أو اليكتي، ولكن هل ضعفت بالمقابل حظوظ السيد زيباري كثيرا، خاصة بأنه هناك بعض الجهات أو الأطراف التي قد تتخوف من الوقوع بالحرج إذا ما اختارته رئيس للجمهورية؟ يعني أنا أعتقد أنه الأخوة الأكراد في نهاية الأمر سيدخلون بكتلة كردية واحدة إلى مجلس النواب، وسيكون قرار هذه الكتلة واحد من مصلحة الأخوة الأكراد اليوم التوافق السياسي والدخول بكتلة واحدة قوية، وبالتالي مفاوضة بقية الكتل السياسية على نوع الوزارات وحجم الوزارات اللي راح يحصلون عليها. يعني أنا قلت في نهاية الأمر أعتقد ستعود رئاسة الجمهورية إلى الاتحاد الوطني الكردستاني. من مصلحة الجميع أن يتم احتواء الاتحاد الوطني الكردستاني وإضعاف الطرف الآخر اليوم المعارض لهذا التجمع. هذا الأمر كأمر سياسي هو الشيء الصحيح. نعم، إذن الباحث في الشأن السياسي دكتور صلاح الكبيسي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.